مكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا وجي معايا فقرتنا التانية وهي فقرة الصحافة وتحليل لأبرز منشطات صحف اليوم. ومشرفنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح الخير عليك وعلى كل المصريين. طيب نبدأ كده. أول منشط معانا النهاردة هو الرئيس السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بيقول نتطلع لتكثيف أواصر العمل الأفريقي، وده أثناء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية العليا والأفريقية، وده كان بحضور المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. بص يمكن احنا عارفين طبعا الاسبوعين اللي فاتوا مصر تولت رئاسة الاتحاد الافريقي واصبحت مصر هي القائد او المهمة الرئيسية بتاعتها النظرة الشمولية لافريقيا وجوانب التنمية بشكل عام، وفي نفس الوقت دي فرصة قوية جدا لتوطيد الاواصر والعلاقات ما بين مصر وما بين افريقيا او ما بين الدول الافريقية بشكل عام لتحقيق اهدافهم ووضع استراتيجية تعود بالنفع على الجميع. ويمكن ده هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اكد عليه في كل حديثه حوالين هذا الموضوع. يمكن المؤتمر الثالث او الانعقاد الثالث للمحاكم الدستوريه العليا الافريقيه اللي تم بالامس في مصر، يمكن ده حدث غايه في الاهميه في عمليه يعني تجديد الدماء وتوطيد العلاقات بيننا ما بين افريقيا في الشؤون القضائيه والشؤون الدستوريه والشؤون القانونيه. يمكن المؤتمر ده او الاجتماع ده انتهى لبعض التوصيات المهمه جدا، اولا انشاء منصه قانونيه او منصه الكترونيه تربط ما بين الدول الافريقيه وتبادل الخبرات بينها ما بين بعضها. يمكن مصر زي ما الرؤساء المحاكم الافارقه اكدوا ان ليها باع طويل وعمق في الخبرات الدستوريه والقانونيه. يمكن احنا كلمه دستور عندنا في مصر بادئه من سنه 23، يمكن المحكمة ككيان وكقانون بدأت من 71 وتم إنشاءها سنة 79، فأصبحت منصة ومنارة. يمكن الخبرات القامات القانونية اللي على تاريخ مصر معروفة بخبرتها يمكن كانت ليها دور كبير جدا في نشر الفكر الدستوري أو الوعي الدستوري على دول كثيرة جدا. يمكن الاتحاد الأفريقي أو الدول الأفريقية عندها استعداد وعندها يعني أمل خلال الفترة المقبلة يكون في إسراء للتبادل الخبرات القانونية والدستورية ما بين مصر وما بين الاتحاد الأفريقي، وأكدوا على أن المؤتمر ده أو الانعقاد ده يتم الاستدامة عليه سنويا في القاهرة. بالضبط. منشط كمان بيقول السيسي للجنة الأمريكية بيقول مبادرة السادات للسلام عبرت عن حضارة شعب مصر العريق، وده اللي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومشيدا بحرص الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون بينهم في جميع المجالات. وده جه خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أعضاء اللجنة الأمريكية اللي دعمت منح ميدالية الكونجرس الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وده كان بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. بالفعل هي بالامس اللجنه الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اللجنه الامريكيه اللي كانت اعدت الملف او دعمت وحفزت لمنح الرئيس الراحل محمد انور السادات ميداليه الكونجرس الذهبيه لما قام به خلال السنوات الماضيه في عمليه ترسيخ السلام في منطقه الشرق الاوسط. يمكن الرئيس محمد انور السادات ما فعله في حرب 73 كانت شيء مهم جدا، وفي نفس الوقت استطاع ان هو يجبر العالم ويجبر القوى العظمى اللي في العالم ان هي ترضخ لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. يمكن في الفترة دي رفض من رفض ووافق من وافق على مبادرة الرئيس محمد أنور السادات، ولكن في النهاية يمكن التاريخ أو التحليل الحقيقي والمنطقي للرئيس محمد أنور السادات بيؤكد لأهمية ما فعله من مبادرات لنشر عملية السلام. ويمكن الرئيس محمد أنور السادات نال جائزة نوبل للسلام بعد حرب 73 وبعد ما استرد الأرض
بالحرب واسترد باقي الأرض بالمفاوضات وبعمليات التفاوض، ويمكن تم استكمالها في سنة 76 بعودة طابة، 86 بعودة طابة. يمكن الكونجرس الأمريكي بيسمن لهذا الدور اللي قام به الرئيس محمد أنور السادات، ويمكن احنا دلوقتي أصبحنا في حاجة ماسة لعملية عودة السلام التام لمنطقة الشرق الأوسط. يمكن لغاية هذه اللحظة، يمكن لو كان الدول العربية توافقت بشكل كامل لخطوات الرئيس محمد أنور السادات في وقتها، كان من الممكن ان انت يعني تحقق أكبر سلام مأمول في منطقة الشرق الأوسط في مساحات أكبر. يمكن احنا لسه لغاية دلوقتي قضية الفلسطينية معلقة حتى هذه اللحظة، لو كانت دخلت شريك في عملية السلام اللي قام بها الرئيس محمد أنور السادات، كان من المفترض ان هي تكون في خطوات إيجابية أفضل من الوضع الحالي اللي موجود في فلسطين، الوضع في سوريا، الوضع في المناطق المجاورة. يمكن الدور اللي أشار ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، يمكن ده علاقات مهمة جدا وعلاقات متطورة وعلاقات بتسعى خلال الفترة المقبلة وخلال التأكيدات الماضية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على عملية ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط واتخاذ قرارات لتأكيد هذا المفهوم. يمكن اللجنة برضو أشارت وسمنت لدور مصر خلال الفترة الحالية في هذا الشأن وفي هذا الملف، وأكدت على أهمية ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود لترسيخ عملية السلام في الشرق الأوسط، وسمنوا لإنشاء أكبر كاتدرائية وأكبر مسجد في منطقة الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة. فبصراحة أنا كان اللقاء مثمر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شكر اللجنة لأن كان لها دور مهم جدا في منح هذه الميدالية للرئيس الراحل محمد أنور السادات. ويمكن الميدالية دي منحت ل عظماء تاريخيين يعني تشيرشل، وينسل مانديلا، وجورج واشنطن، وبالتالي فدي حاجة قيمة وحاجة قيمة مهمة جدا تضاف لتاريخ مصر قبل ما تضاف لتاريخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات. أكيد من المانشيتات يعني أو الأخبار الأليمة واللي فعلا بتبقى يعني بتؤلمنا بس بتفهمنا وتعرفنا قد إيه إن إحنا عندنا رجال أقوياء يقفوا في وش المدفع زي ما بيقولوا، حادث الضرب الأحمر. فمعنا منشط بيقول وزير الداخلية بيتقدم جنازة شهيد حادث الضرب الأحمر الإرهابي بأكاديمية الشرطة، وده زي ما حضرتك عارف كان على أثره استشهاد المقدم رامي أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني، واثنين من أمناء الشرطة محمد خالد من قوة قطاع الأمن الوطني، وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد من قوة مديرية أمن القاهرة. بصي انت لو احنا اطلعنا على الفيديو اللي تم نشره لهذه العمليه، انت شفتي الشخص الارهابي او المنتحر ده كان مستقل الدراجه، هم اول ما عرفوه طلعوا يجري عليه على طول، رغم ان هم عارفين متاكدين انه اكيد ملغم. فبالتالي شفتي يعني في حاجه يمكن الواحد ملاحظها في الجيش المصري وفي الشرطه المصريه، اللي هي ان هو اخترع سلاح جديد اللي هو الروح. الروح بالزبط. الروح حول الروح لسلاح. أيوة. اللي هو بيمنع بيه خطر، بيهاجم بلده وبيهاجم وطنه. ويمكن شفنا منظر الست المصريه اللي كانت اولادها صرحوا بعد الحادث ان هي كانت نازله عشان تجيب لهم عيش عشان المدارس تاني يوم الصبح اللي بيعملوا بها سندوتشات، اللي عدد كل المصريين قبل بالليل بتنزل الام او الاب او اي حد يجيب عيش ويرجع عشان المدارس الصبح. فالمشهد ده رسم رسالة ولوحة شرف بتؤكد على القوة اللي بيمتلكها المصريين أو بتمتلكها مصر في جيشها وفي شرطتها، اللي هي الروح المصرية القوية اللي هي ما بتأخرش أي شيء لحماية هذا الوطن. يمكن الروح أو النفس دي طبقا للدساتير السماوية قدمت ولايتها على أي شيء، ان انت تحافظ لك حق تحافظ على روحك بدون اي نظر لاي ولايه اخرى. احنا كمصريين في مواجهه هذا الخطر ما عندناش مانع ان احنا نقدم روحنا ان نواجه هذا الخطر بكل ما نملك،
حتى لو هنقدم في روحنا. فكان مشهد الثلاث شهداء بصراحة بيؤكد على ان احنا شعب صعب ان هو يتكسر، مفيش مش ممكن ان اي عدو ممكن يواجهنا باي خطر إن كان. احنا ما عندناش مانع ان روحنا تروح، بس البلد دي تبقى، ان احنا نواجه خطر باي طريقة ما حتى لو هيجي على حسابنا. مفيش واحد فيهم فكر زي ما الملحمة اللي عملها السوشيال ميديا على التلاتة، فكر في ولاده او فكر في عيلته او فكر في اهله او فكر في روحه او فكر في نفسه، كل همه ان هو يوقف خطر فورا ان هو عرف ان الخطر بيجي تحت ايديه. يعني لو 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 الشخص ده اتحرك مسافة كمان كانت الست دي هتموت، لو اتحرك مسافة اكبر كان ممكن يشوف الضحايا، كان يكون كمان كده. يعني زي شفت هم لما شافوه يعني صور باجسادهم بيحموا بيه اي حد يعني في الشارع بالظبط. وفي لحظة تم الاستشهاد وتم قتل هذا الشخص اللي غير سوي. يمكن في نفس اللحظة الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه من القصة دي، اللي احنا لازم ندرس التلات أسر اللي ربوا التلات شهداء دول. التلات أسر اللي ربوا الشهداء دول، يمكن الواحد لما بيشوف الحادثة بيفكر هو أبوه رباه إزاي، أبوه ربى ضابط إزاي يطلع بالمنطق ده، وفي نفس الوقت إزاي أسرة ربت واحد جاحد لدول للوطن بالشكل ده على الشكل ده. احنا كمصريين احنا يمكن الصورة بتاعت الشهداء دي احنا متعودين عليها من زمان، لكن صورة الولد ده بأي ظروف مرت بيها ما قدرش ابرر له اللي هو عمله. لكن الثلاث ضباط دول بالفعل لازم وزارة التربية والتعليم تدرس ازاي الناس دي تربت وازاي طلعت وازاي توصلت ان هي تقوم بموقف بطولي زي ده. احنا الحاجات دي او النماذج دي لازم تبقى باينه في المجتمع اكتر من الشكل ده. مش فكره انه جنب دور بطولي، لا، لازم ادرس الاسره دي ربت الاشخاص دي ازاي، ربت ازاي ان واحد شاف خطر فراح ضحى بنفسه قدامه علشان خاطر يحمي حد هو ما يعرفوش. يعني مفيش، يعني هم ما يعرفوش الست اللي ماشيه وما يعرفوش الناس اللي في الشوارع دي، هم ناس بيأدوا رساله، فلما شافوا خطر راحوا ضحوا بحياتهم عشان خاطر الخطر ده. فلازم ندرس حالة الأسر دي إزاي ربوا الناس دي، لازم ناخد القيم منهم علشان الناس التانية تتعلم يعني إيه فداء ويعني إيه وطن ويعني إيه حب وطن ويعني إيه تضحية ويعني إيه إن أنت روحك رخيصة قدام إن البلد دي تعيش دقيقة تانية في أمان. بالظبط. فبالتالي المشهد بشكل عام على قدر ما هو في لحظة وجع بس في قدر في فخر. بالزبط. في فخر، مش ما بعدوش فخر. يمكن ما فيش جيش في العالم او ما فيش مشهد بنشوفه في العالم بالمنطق ده، احنا ما شفناش حد بيضحي بحياته لدرء خطر في العالم كله. يمكن احنا الفتره اللي فاتت بنشوف مشاهد كثيره جدا بالشكل ده، ولكن احنا محتاجين الحالات دي تدرس بجد. يعني محتاجين تصدير ثقافه الاسر المصريه اللي ربت شهدائها اللي يعملوا نماذج بطولية بهذا الشكل اللي يفخر بيها 100 مليون مواطن علشان خاطر الأجيال اللي جاية تتعلم. احنا أجيال كثيرة جدا طلعت على الدروس اللي طلعنا بيها من حرب اكتوبر، اللي بيحصل في مصر أقيم وأعلى وعلى موازاة ما حدث في حرب اكتوبر وزيادة كمان، سواء كان بيحصل من الشرطة المصرية أو من الجيش المصري. دي حقيقة. طبعا بنعزي كل أسرهم وبنعزي كل الشعب المصري وبنعزي أنفسنا قبل كل شيء. نخرج من وزارة الداخلية ونخش على رئيس الوزراء بيعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وده جه أثناء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير السلع الاستراتيجية وخطة الحفاظ على مكانة القطن المصري، وده بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام ومستشار وزير التجارة والصناعة، واللي بينفذوه بشأن خطة الحفاظ على مكانة القطن المصري. بص، هو الاجتماع اللي اتدار امبارح في مجلس الوزراء كان حاضره وزير التجاره والصناعه ووزير الزراعه ووزير التموين. يمكن المنظومه للسلع الاستراتيجيه بشكل عام الفتره اللي فاتت دي كانت محتاجه
اعاده هيكله او محتاجه ان هي تعاد تنظيمها من الاول، لان برضو تغير المناخ اثر كثير جدا على موضوع المحاصيل. يمكن احنا واجهنا الفتره اللي فاتت دي ازمه في الفول، باعتبار ان احنا شعب مستهلك للفول، يمكن من الشعوب المستهلكه للفول بشكل عام، ولكن يمكن تغير المناخ يمكن في بعض الدول مش في مصر بس، يمكن مساحه الفول في مصر تقلصت الفتره اللي فاتت او السنه اللي فاتت في الموسم اللي فات، ويمكن في العالم كله تاثرت وتراجع الانتاج بسبب الطقس السيء. فبالتالي حصلت في ازمه، يمكن الاجتماع بدا يعرض خطه الوزارات الثلاثه، ويمكن هي الوزارات الثلاثه هي المعنيه بعمليه توفير السلع دي ومراقبتها ومراقبه تداولها في الاسواق، لان برضو احيانا كان السلع بتبقى تجاريها بسعر ومستهلك بيشتريها بضعف السعر وبهامش ربح او بربح اعلى من المتداول او المعروف، فبالتالي كانت المساله كانت تبقى محتاجه رقابه شديده. يمكن الاجتماع خرج بالامس لعمليه اليات محدده لتوفير السلع في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ان احنا لابد ان احنا نحافظ على وصولها للمستهلك بسعر مناسب، ما يبقاش فيه اي نوع من المغالاة ومواجهة لجشع التجار. فكان الاجتماع بصراحة مثري، وكان الجزء الاهم منه عملية يعني اعادة هيكلة منظومة القطن المصري، وان احنا لابد ان احنا على زراعة القطن قصير التيلة، يعني بالظبط هو احنا لازم بيكون اسرع في الحصاد بتاعه، وفي نفس الوقت لازم ازرع مساحه طبقا للاحتياج المحلي والاحتياج العالمي. ما ينفعش تبقى المساله فيها عشوائيه، لابد ان انا تبقى المساحه المحدده لزراعه محصول القطن لابد ان هي تكون مناسبه للاحتياج المحلي والاحتياج العالمي. النقطة الثانية اللي أشاروا لها ودي نقطة مهمة جدا، اللي هي استغلال بذرة القطن. وعلى ما أظن ده ما كانتش مستغلة في الأول، يعني إن أنا بروح أستورد زيوت من بره، وليه بستورد زيوت وأنا عندي بذرة القطن وعندي إنتاج كبير جدا ممكن يتم عصره من خلال وزارة التموين أو من خلال المعاصر اللي موجودة في مصر، زي ما بنستورد بذور زي بذرة الصويا وبنعصرها وبنطلع منها علف وبنطلع منها زيت. بذرة القطن لابد التعامل معها بنفس المنطق، يطلع منها زيت ويطلع منها علف في نفس الوقت، وهو ده اقتصاد بالزبط. اللي هو اقتصاد الاستغلال. انا ما اعرفش الكميات اللي فاتت دي او بذرة القطن بتاعت الموسم اللي فات راحت فين. فبالتالي كان الاجتماع اشار لبعض النقاط الهامه جدا، وممكن وزير الزراعه اكد ان خلال الموسم المقبل اكثر من 3.4 مليون فدان هيتم زراعتهم بالقمح. يمكن احنا استراتيجيتنا خلال الفتره المقبله عايزين نقلل الاستيراد يعني تدريجيا، بحيث ان احنا نوصل لعمليه الاكتفاء الذاتي بشكل عام. في نفس الاجتماع رئيس الوزراء بيتابع خطة النهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنية، وكان حاضر في الاجتماع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة للنهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنية. بصي، هي الدكتوره منى محرز بصراحه استفاضت في شرح الثلاث منظومات دول، لان دول يعني مرتبطين هم الثلاثه بالامن الغذائي، او ده امن قومي غذائي لابد ان يتم المحافظه عليه وتطويره وتنميته بشكل مستمر. يمكن من خلال الملف بتاع الثروه السمكيه الدكتوره منى محرز اكدت على اهميه ان احنا لازم نتخلص من كل المعوقات اللي بتعوق عملية تنمية هذا الملف وأهميتها ودورها. وأول المعوقات كانت كلمة حوالين عملية المحافظة على البحيرات والبحيرات سواء كانت الصناعية أو الطبيعية، في عملية عدم تلويثها وتطهيرها بشكل دوري، لأن برضو تكلفة تطهير وتطوير الأماكن دي بيبقى التكلفة بتاعتها عالية جداً. يمكن الثروة السمكية في مصر من أول مشروع بداية بحيرة ناصر لبحيرة الغليون لبعض البحيرات اللي بيتم يعني تنظيمها خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير
الثروة السمكية في مصر ده جزء مهم جدا لتوفير البروتين الحيواني من خلال الثروة السمكية ومن خلال تعويض النقص اللي بيتم من خلال اللحوم أو من خلال الدواجن. النقطة الثانية في الثروة الحيوانية برضو كانت اتكلمت حوالين فكرة عملية رصد كل المزارع الخاصة بتربية المواشي والحيوانات اللي بيتم استغلالها في عملية سواء كان استخراج الألبان أو استخراج اللحوم، وعملية التطوير اللي بتتم خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد. برضو في خلال الثروة الداجنة يمكن كانت اتكلمت على جزئيتين خاصين، ان الثروة الداجنة دي من القطاعات كثيفة العمالة، ويمكن اشارت ان اكثر من 25 الف فرصة عمل او 2 مليون فرصة عمل بيتم توفيرهم من خلال هذا القطاع، لان عدد الانتاج سواء كان من خلال الدواجن او من خلال البيض بشكل كبير جدا. ويعني عرض الجدول كامل للنقاط او المحطات الخاصة بتربية الدواجن وتفريخ الدواجن، فالملفين او الثلاث ملفات كانت من الملفات المهمه جدا اللي تم استعراضها في اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالامس. وكان خطه وزاره الزراعه يمكن لو اتنفذت زي ما عرضتها الدكتوره منى محرز يمكن خلال الفتره المقبله بوجود رقابه، لان برضو احنا بنواجه مشكله خاصه في الدواجن. انت بتلاقي في سعر في المزرعه غير السعر اللي موجود عند التاجر او عند اللي بيتعامل مع المستهلكين. يمكن كان سعر الدواجن في المزرعه بيتباع ب 23 وتفاجئ ان هو بيتباع بره ب 40 كيلو وب 35 و 38. فبالتالي المساله تبقى محتاجه رقابه ومحتاجه تنظيم في عمليه وصول المنتج للمستهلك بصوره طبيعيه في السعر ما فيهاش اي مغالاه. اكيد. بما اننا اتكلمنا عن دواجن واسعار الدواجن، وان حضرتك بتقول ان في اختلاف في الأسعار ما بين التاجر وما بين إن هو بيجيبها بسعر منخفض وبيبيعها بسعر عالي، وإن يجب إن يكون في رقابة، في منشط بيقول خليها تقاقي، ودي قصة هاشتاج نجحت في تخفيض أسعار الدجاج وإرباك التجار. لو إيد واحدة في مقاطعة ضد جشع واستغلال هنقدر نوصل صوتنا وشير ولايك. خليها تقاقي، الفراخ اليوم وصلت لحوالي 38 جنيه بالضبط. يا أيها المواطن أين دورك؟ لابد من المقاطعة لمدة شهر ليصل السعر 20 جنيها. خليها تقاقي ايد واحده. ودي كانت تلك العبارات اللي بدات بيها الحمله الالكترونيه لمقاطعه شراء الدجاج بعد ارتفاع اسعاره تحت مسمى خليها تقاقي، واحنا شايفين اليومين دول يعني بالزبط. خليها تصدي وخليها تقاقي وشايفين ان في فعلا حملات كتير قوي. بصي هو في تفاعل القصص دي بصراحه، لان زي ما قلت لك كده يعني انا مثلا الاسبوع اللي فات بصراحه سائل صاحب مزرعه الدواجن بيقول انا ببيع الكيلو ب 23 جنيه بتروح تفاجئ ان هو بيتباع ب 40 جنيه الكيلو في حته تانية، يعني في اماكن الاستهلاك. فبالتالي في مكسب داخل على 100%. فبالتالي ده مش طبيعي، يعني انت لو حسبتي له النجل بتاعه والكلام ده كله مش هيكون هامش الربح بالشكل ده. فبالتالي الهاشتاج ده او الحمله دي بصراحه حققت غرضها، لان انت دوره الانتاج بتاعت الفراخ 45 يوم مش اكتر. انت الدوره كامله 45 يوم، فبالتالي لو تم قطعتها شهر الاقتصاد القصه دي اتدمرت بالظبط. بس انا في كل الاحوال لازم ابص لها من منظور تاني. ما انا لو دمرت القطاع ده لازم ابص على نقطه تانيه اللي هي العماله اللي فيها هتروح فين. فلابد ان انا اكون عندي تشديد رقابه علشان المنظومه لا ضرر ولا ضرار، لان لابد ان انا ببص للقصه بمنطق. انا معاك ان انا لازم اواجه عمليه جشع التجار بكل الطرق، ولكن الدوله لابد ان هي تساعد، او الجهات المعنيه في الدوله طبعا لابد ان هي تتدخل وتساعد. ما ينفعش يعني تبقى الاسعار مختلفه. هو ايه السبب اصلا في زياده الاسعار؟ يعني ايه السبب؟ ما تفهميش يعني صهاج فيها مثلا كيلو لحمه ب 90 جنيه وب 100 جنيه، هنا ب 140 و180، هو اللحمه بتاعت صهاج غير اللحمه اللي بتاعت هنا ولا ايه؟ بتلاقي مثلا كيلو الفراخ في الدج ب 40 وفي فيصل ب 38، اسعار بتتفاوت من منطقه لاخرى مش تتفاوت من بلد او من محافظه لمحافظه. ايوه من منطقه لمنطقه. فبالتالي المساله دي محتاجه رقابه صارمه، لان انت ما سمعتيش في يوم من الايام ان في محل اتقفل عشان خاطر خلف في السعر، او في سوبر ماركت تم غلقه لان وجدوا فيه حاجه منتهيه الصلاحيه. فالمساله بصراحه
السوق عشوائي بطريقه مش طبيعيه، والشعب ابتدى هو اللي يحكم، والشعب بيتحرك. فانت بالتالي انا دلوقتي لو حققت لك ازمه بهاشتاج زي ده في قطاع الدواجن، انا بنتج في السنه 1.1 مليار طائر او مليار دجاجه، غير عدد البيض اللي بيطلع. في اكتر من 2 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر شغالين في القطاع ده. فلما لما يتدمر القطاع بسبب جشع التجار، الموضوع هيوصل لايه؟ النقطه الثانيه دلوقتي زي ما الوزيره كانت بتتكلم، او منى محرز كانت بتتكلم مع رئيس الوزراء حوالين فكره ان منع الذبح في المحلات، وان هيتم انشاء مجازر عموميه، وان لعدم تداول الامراض ما بين اللي بيتعاملوا مع المزارع او الناس، وتبدا الامور متفاقمه وعمليه محافظه على البيئه. وفي تفاصيل كثيره جدا في الملف هيتم تنظيمها. يمكن زي ما قلت لك، لو تم تنفيذ كل الخطوات اللي اتكلمت عليها الدكتوره منى محرز مع رئيس الوزراء، الموضوع ده على ما اظن ان هو هيعلى اكتر من كده، وهيبقى فيه توازن بينه، وهيبقى فيه ارتباط بين اللي مربوطه ما بين الثروه السمكيه والثروه الدجنه والثروه الحيوانيه، اربط الثلاثه مع بعض. على ما اظن ان ممكن احقق اتفاق ذاتي، واحقق يعني توازن في السوق، واعمل عمليه قضاء كامل على عملية جشع التجار اللي بتحصل والناس بتواجهها، وفي الآخر ما تحصلش فيه أي أزمة. نتمنى هذا، ونتمنى مزيد من الرقابة حول مثل هذه التجار اللي يعني بيستفزوا الشعب بجشعهم فعلا. وزير الخارجية بيدعو إسرائيل لتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال الأراضي الفلسطينية، وده أثناء مشاركة سامح شكري وزير الخارجية أمس الثلاثاء بالاجتماع الوزاري والتشاوري المصغر، والذي دعا إليه الجانب الايرلندي بالعاصمه دبلن للتباحث بشان اخر المستجدات المتعلقه بعمليه السلام في الشرق الاوسط، وذلك بمشاركه وزراء خارجيه كل من فلسطين والاردن وقبرص وفرنسا وبلغاريا والسويد وايرلندا، فضلا عن كل من امين عام جامعه الدول العربيه وسكرتير الدوله الاسباني للشؤون الخارجيه. بص، يمكن زي ما قال الوزير سامح شكري، او زي ما احنا بدانا كلامنا، ان مصر قضيه يعني دورها واتجاهاتها ناحيه القضيه الفلسطينيه بتؤكده دايما في كل المحافل الدوليه، وبتاكد ان فلسطين دوله يعني ليها تاريخها ولها سيادتها، ولابد ان كافه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني في المقدمة وأولى من كل شيء. ولابد أن لما نيجي نتكلم عن القضية الفلسطينية بنتكلم عن أن إسرائيل دولة محتلة، وأن القدس هي عاصمة فلسطين، وأن يعني دور مصر دايما بيتكلم حوالين فكرة أن مفيش سلام هيتحقق، وسلام شامل وعادل في الشرق الأوسط هيتحقق دون حل الأزمة الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية، لأن استقرار فلسطين أو استقرار المنطقة مش هيتم بشكل كامل غير لما أتخلص من كل المشكلات، وخاصة المشكلة الأزلية اللي يعني بدأت تتتابع وبدأت تتوالى من أجيال لأجيال، ومش عارفين نوصل لنهاية ليها. يمكن الفترة الماضية بعض القرارات الغير مسؤولة أو تمت من خلال الجانب الأمريكي لما أعلن نقل السفارة بتاعته، حصلت أزمة كبيرة جدا، وبدأت الأمور يعني تعود يمكن لنقطة الصفر من البداية. يمكن خلال الفترة المقبلة دي يعني الواحد محتاج بصراحة يشوف يعني تحركات جادة في الملف ده، يعني لأن أصبحت المسألة يمكن تحصيل حاصل. كل الاجتماعات بتكلم حوالين فكرة حق الفلسطينيين وحق الإسرائيليين. يعني لو هنيجي نتكلم من المنظور الإنساني، من حق الفلسطينيين إن هم يحصلوا على كافة الحقوق المشروعة عليهم ودولتهم وحدودهم طبقا للتاريخ وطبقا للمواثيق الدولية والأممية اللي بنتكلم عليها على طول. وفي نفس الجانب الوقت لابد ان العالم كله يبقى معترف ان إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية. ما حدث في فلسطين إسرائيل كدولة لابد ان هي تتحمل الفاتورة بتاعته بالكامل، زي ما اشار الوزير سامح شكري. يعني حضرتك شايف ايه الخطوه الجاده اللي ممكن تحصل في مثل هذه الملفات والقضايا؟ يعني ما هو للاسف انا زي ما بقول لك كده، انت كل الدول بسطوتها ونفوذها من سنه 48 لغايه هذه اللحظه احنا مش عارفين نوصل
ان احنا نحل ازمه القضيه الفلسطينيه بالشكل ده. يعني امور بتضع حواليها علامات استفهام كثيره. يعني يمكن زي ما قلت لك امريكا اللي هي المفترض رمانة ميزان في العالم وان هي المفروض بقوتها وبامكانياتها رايحه تطلع قرار من فتره ان نقل السفاره بتاعتها من للقدس في خطوه لان اسرائيل دوله ولها عاصمه. فبالتالي المساله مش اصبحت مساله، مش عايز اقول ان هي معقده، ولكن دايما احنا بنسعى فيها كمصريين او كمصر كدوله حلقه يعني لا لحل، بنحاول ندور لها حل، لان في الاول وفي الاخر مش هيضيع حق وراء مطالب. يمكن احنا خلف الشعب الفلسطيني او خلف الدوله الفلسطينيه بما تحفظه من حقوق شرعيه للشعب. تمام. وزيرة الهجرة بتقول مصر كبيرة على الأعداء ومحدش هيقدر عليها وعلى عزيمتها، وده اللي أكدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في ملتقى أولادنا للفنون ذوي القدرات الخاصة في انعقاده الثالث اللي بيعكس أمان مصر الذي يوفره رجال الشرطة والجيش. وقالت مصر كبيرة قوي على الأعداء ومحدش هيقدر علينا وعلى عزيمتنا، وده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه مع حضرتك من شوية، مثل حوادث اللي احنا بنقراها مثل حادث الضرب الأحمر وأيضا العريش وكثير من الحوادث اللي بنشوف فيها رجال الشرطة والجيش بيتصدوا لها بكل قوة وعزيمة. يعني بالضبط كان الاحتفال في دار الأوبرا بالأمس، يمكن الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد اتكلمت حوالين نفس المنطق ونفس الفكره اللي بتتكلم او الروح اللي عايش فيها كل المصريين في هذه الحاله، ان مصر عصيه على اي عدو، مصر ما فيش حد يقدر يكسرها، مصر ما يقدرش حد يوقفها عن خطواتها في تحقيق التنميه وتحقيق اهدافها خلال الفتره المقبله. يمكن اتجاهاتنا كلها واحده او روح الكلام واحد وان اختلفت التعبيرات، ولكن هي نفس الروح ونفس العزيمه اللي موجوده عند الكل، كل واحد بيعبر بيها يعني بطريقته المختلفة، ولكن في الأول وفي الآخر احنا يعني دولة من كام ألف سنة واحنا اسمنا مصر. كام احتلال جه على مصر وكام ظروف صعبة مرت بالمصريين، ومصر هي مصر ما اختلفتش لا اسم ولا هوية ولا وحدة ولا عزيمة شعب. على مر التاريخ مصر دي يمكن ما فيش أي حد عرف يكسرها او عرف ان هو ينال منها او ينال من امن شعوبها او من حق شعبها، لان مهما طال او قصر اي عدو بيجي تحت رجل المصريين ويتم سحقه. اكيد. بشكر حضرتك جدا استاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي، وتحيا مصر. شكرا لك وتحيا مصر طبعا على طول الزمن. دي كانت نهاية فقرة الصحافة، خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون مع زميلي مايكل الدكتورة إيمان سرور استشاري الطب النفسي اللي هتكلمنا عن الخوف عند الأطفال وإزاي نقدر نعالج الخوف ده. فاصل صغير ونرجع لكم تاني.